كانش في داعي انك تيجي وتتعبي نفسك. لولو كويسه قوي الحمد لله. الحمد لله، بس ما كانش ينفع ان انا اسمع انها تعبانه وما اجيش اطمن عليها. ياه. بصراحه كاميليا انت اخر واحده كان ممكن اتوقع انها تيجي تزور لولو. يا سلام، ليه بتقول كده؟ لا ده مش انا اللي بقول، دي مصر كلها بتقول. بيتهيالي الخلافات والخناقات اللي ما بينكم في الشغل واضحه زي الشمس، كل الناس تعرفها. زي ما انت بتقول بالظبط، خلافات في الشغل، لكن لغايه المرض ما ينفعش. واعتقد هي لو كانت مكاني كانت هتعمل كده بالظبط. بعد الشر عنك. ميرسي، انا عايزه ادخل اطمن عليها. للاسف الدكاتره مانعين الزياره خالص. معقوله؟ يعني انا اجي لغايه هنا وما ادخلش اطمن عليها؟ عموما ما تقلقش، انا مش هقعد كتير، انا بس هقول لها الف سلامه. عموما بعد ذوقك واخلاقك ده ما اقدرش اكسفك. اتفضل. ميرسي، عن اذنك. الحمد لله على السلامة. لو كانوا قالوا لي زمان إن كاميليا هتيجي تزورك في المستشفى وإنتي تعبانة كنت ضحكت. طول عمري كنت بحبك، كنت معلقة صورك جنب السرير بتاعي، طول عمري كان نفسي أبقى زيك. أني معاكي في نفس الحفلة سهرت طول الليل بفكر أنا هقول إيه، فرحت إني بغني في حفلتك. بس إنتي مستنيتيش لحد ما تسمعي الكلام اللي أنا محضره، وقطعتي علي الصوت والنور. صحيت أنا كرهتك، قلت إني لازم أنجح أكتر وأكتر عشان أعرف أخد حقي منك. تعرفت تحولي الحب اللي جوايا لكرة. نورت يا كاميليا، ميرسي قوي على الزيارة. ألف سلامة عليها. الله يسلمك. هي عاملة ايه دلوقتي؟ اشترك دلوقتي واتفرج على كل اللي نفسك فيه. واتش إت، ما تخليش حاجة تفوتك.